يا سيدي الكريم إن محمد شفرة تستهوي مليار و500 مليون مسلم، هم ينجذبون إلى هذه الشفرة وهم يهفون بأفئدتهم إليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولو كانت أجواء اليمن مفتوحة وليست مغلقة كما أراد لها الصهاينة لرأينا ملايين البشر يتوافدون إلى اليمن لحضور هذه الفعالية، لأن الله هو الذي قال في كتابه على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي إلى النبي، أي إلى ذرية إبراهيم، أي إلى أعلام الهداية من ذرية النبي، وليس إلى مكة كمشعر مقدس، بل كانت الدعوة أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم. فدعوة الله، دعوة إبراهيم عند الله مستجابة. المشعر المقدس رغم قداسته، لكن الله ربط في الدعوة الإبراهيمية هفو القلوب بهؤلاء الأعلام